يا ماجد يا واحد يا كريم، أتوجه إليك بمحمد نبيك نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى الله ربي وربك ورب كل شيء، وأسألك اللهم أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأسألك نفحة كريمة من نفحاتك وفتحا يسيرا ورزقا واسعا ألم به شعثي وأقضي به ديني وأستعين به على عيالي. يا ماجد يا واحد يا كريم، أتوجه إليك بمحمد نبيك نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي وربك ورب كل شيء، وأسألك اللهم أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأسألك نفحة كريمة من نفحاتك وفتحا يسيرا ورزقا واسعا ألم به شعثي وأقضي به ديني وأستعين على عيالي. يا ماجد يا واحد يا كريم، أتوجه إليك بمحمد نبيك نبي رحمة صلى الله عليه وآله، يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي وربك ورب
رب كل شيء، وأسألك اللهم أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأسألك نفحة كريمة من نفحاتك وفتحا يسيرا ورزقا واسعا ألم به شعثي وأقضي به ديني وأستعين به على غيري. يا ماجد يا واحد يا كريم، أتوجه إليك بمحمد نبيك نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى الله ربي وربك ورب كل شيء، وأسألك اللهم أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأسألك نفحة كريمة من نفحاتك وفتحا يسيرا ورزقا واسعا ألم به شعثي وأقضي به ديني وأستعين به على غيري. يا ماجد يا واحد يا كريم، أتوجه إليك بمحمد نبيك نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي وربك ورب كل شيء، وأسألك اللهم أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأسألك نفحة كريمة من نفحاتك وفتحا يسيرا ورزقا واسعا ألم به شعثي وأقضي به ديني وأستعين على غيري.
يا ماجد يا واحد يا كريم، أتوجه إليك بمحمد نبيك نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى الله ربي وربك ورب كل شيء، وأسألك اللهم أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأسألك نفحة كريمة من نفحاتك وفتحا يسيرا ورزقا واسعا ألم به شعثي وأقضي به ديني وأستعين به على عيالي. يا ماجد يا واحد يا كريم، أتوجه إليك بمحمد نبيك نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي وربك ورب كل شيء، وأسألك اللهم أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأسألك نفحة كريمة من نفحاتك وفتحا يسيرا ورزقا واسعا ألم به شعثي وأقضي به ديني وأستعين به على عيالي. يا ماجد يا واحد يا كريم، أتوجه إليك بمحمد نبيك نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي وربك ورب كل
اللهم أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأسألك نفحة كريمة من نفحاتك وفتحا يسيرا ورزقا واسعا ألم به شعثي وأقضي به ديني وأستعين به على عيالي. يا ماجد يا واحد يا كريم، أتوجه إليك بمحمد نبيك نبي الرحمة صلى الله عليه وآله. يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي وربك ورب كل شيء، وأسألك اللهم أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأسألك نفحة كريمة من نفحاتك وفتحا يسيرا ورزقا واسعا ألم به شعثي وأقضي به ديني وأستعين به على عيالي. يا ماجد يا واحد يا كريم، أتوجه إليك بمحمد نبيك نبي الرحمة صلى الله عليه وآله. يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي وربك ورب كل شيء، وأسألك اللهم أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأسألك نفحة كريمة من نفحاتك وفتحا يسيرا ورزقا واسعا ألم به شعثي وأقضي به ديني وأستعين به على عيالي. يا ماجد
أتوجه إليك بمحمد نبيك نبي الرحمة صلى الله عليه وآله يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى الله ربي وربك ورب كل شيء وأسألك اللهم أن تصلي على محمد وأهل بيته وأسألك نفحة كريمة من نفحاتك وفتحا يسيرا ورزقا واسعا ألم به شعثي وأقضي به ديني وأستعين به على يا ماجد يا واحد يا كريم أتوجه إليك بمحمد نبيك نبي الرحمة صلى الله عليه وآله يا رسول الله إني أتوجه بك إلى الله ربي وربك ورب كل شيء وأسألك اللهم أن صلي على محمد وأهل بيته وأسألك نفحة كريمة من نفحاتك وفتحا يسيرا ورزقا واسعا ألم به شعثي وأقضي به ديني وأستعين به على عيالي يا ماجد يا يا كريم أتوجه إليك بمحمد نبيك نبي الرحمة صلى الله عليه وآله يا يا رسول الله إني أتوجه بك إلى الله ربي وربك ورب كل شيء وأسألك اللهم أن صلي على محمد
وأهل بيتي، وأسألك نفحة كريمة من نفحاتك وفتحا يسيرا ورزقا واسعا ألم به شعثي وأقضي به ديني وأستعين به على عيني. يا أتوجه إليك بمحمد نبيك نبي الرحمة صلى الله عليه وآله. يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى الله ربي وربك ورب كل شيء، وأسألك اللهم أن تصلي على محمد وأهل بيتي، وأسألك نفحة كريمة من نفحاتك وفتحا يسيرا ورزقا واسعا ألم به شعثي وأقضي به ديني وأستعين به على عيني. يا ماجد يا واحد يا كريم، أتوجه إليك بمحمد نبيك نبي الرحمة صلى الله عليه وآله. يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى الله ربي وربك ورب كل شيء، وأسألك اللهم أن صلي على محمد وأهل بيتي، وأسألك نفحة كريمة من نفحاتك وفتحا يسيرا ورزقا واسعا ألم به شعثي وأقضي به ديني وأستعين